ايوه اتحداه في الشيخ محمد ايوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا عم في هذا سن. ايوه أوه. أوه. عايزك تجيب لي الشيخ احمد بن العجم. مين العجمي؟ احمد العجمي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. السلام عليك. الله عليك. كل واحد اللي تعب مقولات بالإزازة. يلا. يا مساهل الحال. الله اكبر. حضرتك لمين يا محمد؟ القطامي بقى في قطامي في اول البقره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله عليك. ها هانت ايه؟ ارفع فوق سنة. ايوه الشيخ ادريس ابكر. ادريس ابكر. عمالين بيجيبوا للبعض شيوخ صعب. هو عارف. طب يلا ان شاء الله. هذا الافتراحين. ارأيت من اتخذ الهه هواه، افأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام، إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ما شاء الله ما شاء الله، انا عايز اعزمه كل مره عشان شد الزحمه والله. ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله عليه. يلا ابدا، يلا ثلاث مرات مش حسين ما تزودش. الله اخيرا. الشيخ محمد ايوب. محمد ايوب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. السلام عليكم. ان شاء الله ان احنا مش نختم التحدي بقى، لا احنا نختم الترند بتاع الازازه على كده والله. بجد بجد. عاش يا شباب.